الإنسان عند المصيبة إما أن يتفخط ويجزع، نسأل الله العافية، وهذا محرم ومعرض نفسه للوعيد، وإما أن يصبر مع كراهته لما وقع، لكنه صابر محتسب يمنع اللسان ويمنع الجوارح ويمنع القلب من مساخط الله عز وجل، لكنه كاره لوقوعها ويتمنى أن المصيبة لم تقع، هذا الصبر وهو في حقه واجب. أما الرضا فهو الذي قد رضي بهذه المصيبة وليس في نفسه كراهية لوقوعها. وأما الشكر فهو أعلى من الرضا، الرضا مستحب لأن من يصل إليه قلة، والشكر أعلى من الرضا وهو مستحب، وهو أنه إذا أصيب بمصيبة يشكر الله تعالى عليها، لا لكونه بليد القلب، لا، وإنما يشكر الله عز وجل لأنه سيثيبه على هذه المصيبة، ولأن هذه المصيبة لم تكن أعظم من غيرها.